لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة إسطنبول التركية مسؤول قسم الأعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. انطلاقا من بيان الدكتور مثنى الضاري حول العملية السياسية في العراق، كيف تقرأ محاولات إعادة تدويرها من قبل القائمين عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجميع يدرك أنه هذه العملية السياسية قد وصلت إلى طريق مسدود، وفشل العملية السياسية لتشخيص هذا الأمر لم يعد مقتصرا على جهة دون أخرى، بل إننا نسمع هذا التشخيص حتى من العديد من المشاركين بهذه العملية ومن الذين تسببوا بهذا الفشل وأوصل العراق إلى ما أوصلوا إليه، مع فارق السبب في هذا التشخيص. لذا نحن نقول دائما أن هذا الأمر يجب أن يحل من جذوره، ولا يمكن للحلول التشريعية أن تؤتي أكلها. لا يمكن لهذه العملية السياسية أو لحال العراقي أن يكون أو ينقذ من هذا الواقع الذي وصل إليه اليوم بما يسمى بإصلاح هذه العملية السياسية، أي بالإبقاء عليها وترقيع أو تحسين بعض مظاهرها أو بتبادل بعض الأدوار لبعض الأشخاص فيها. فالموضوع هو موضوع جذور وموضوع أسس لهذه العملية التي بنيت على عين وعلى عين المحتل الأمريكي، وبما يحقق مصالحه أولا، ولم يراعى فيها مصلحة العراق ولا شعبه في أي حال من الأحوال. من خلال الرؤية التي تبنتها هيئة علماء المسلمين وأكد عليها الأمين العام للهيئة في لقائه، إلى أي مدى ساهم الوجود الإيراني والأمريكي في إرساء حالة الانسداد السياسي؟ احتلال العراق وما وصل إليه الحال اليوم هو تم بالتعاون والتعاون التام والتنسيق الكامل بين المشروعين الاحتلالين الأمريكي والإيراني، وهذا ليس اتهاما وإنما اعترافا من قبل الجهتين، وكل منهما يمن على الآخر بأنه هو قد فعل ذلك وقد ساعد الآخر بهذه المهمة. وما نراه اليوم في العراق من نتيجة وصلنا إليها وحال السياسيين الذين يتربعون على السلطة اليوم هو يتم بإعلان هذا التعاون بين الإدارتين، والمظاهر على هذا التعاون كثيرة جدا ولا يمكن لأحد أن ينكرها أو يدعي أن يطالب بوجود دليل عليها، فهي أشهر من أن يطالب بها أحد. كيف تفسر شد العراق وجذبه بين الطرفين الأمريكي والإيراني من خلال إقحامه تارة في الصراع وانتقاد شركاء العملية السياسية تارة أخرى؟ طبعا الوجود أو التبادل الأمريكي الإيراني بالاتهامات هو في العديد من الملفات، لكن تحديدا في الملف العراقي هو ليس صراعا حقيقيا، وإنما هو نوع من التنافس، وإلا كما قدمت قبل قليل هو تعاون مشترك بينهما على هذا على الوجود في العراق. وكلاهما يدرك أنه لا يمكن لأحد المشروعين أن يتم أو يستمر بدون المشروع الآخر، لا يمكن لأحدهما أن يتفرد بدون الآخر في الوجود في العراق، ولذا يكون هنالك التنسيق نراه في كل مرحلة من المراحل. وخير دليل أو آخر هذه الأدلة هو التعاون الذي جرى وتم بما يسمى في وقتها تحت لافتة الحرب على الإرهاب، التي تم بموجبها إبادة وتدمير مدن عديدة من مدن العراق. لكن رغم هذا التعاون إلا أن هنالك نوع من التنافس بينهم، ويكون هنالك نوع من الصراع المحدود، هو ليس صراع وجود وإنما صراع نفوذ، وحاول كل طرف من الآخر تحسين موقعه وتقليل مواقع الطرف الآخر حتى لا يتفرد أحدهما أو يتوسع بصلاحياته ومكاسبه ومصالحه على حساب المصالح الطرف الثاني. في ظل هذا الواقع برأيكم، ما طبيعة المشروع البديل لهذه العملية السياسية وما يشوب أسسها والقائمين عليها؟ كما قدمت، لا يمكن لهذه العملية أن تصلح أو أن ترقع، وإنما لا بد أنها يكون البديل عنها مشروعا وطنيا يشتت هذه العملية من جذورها ويؤسس لمشروع وطني بعيد عن كل هذه المصالح الأجنبية التي روعي فيها مصالح الأجنبي على حساب مصالح أبناء العراق. لا بد
من إزالة أسباب هذا الفساد الذي وصلنا إليه، أسباب هذه الحالة المأساوية التي آل إليها العراقيون وآل إليها وضع العراق عموماً. والأسباب هي قوانين هذه العملية السياسية أولاً، وثانياً النفوذ والسيطرة الأجنبية ولا سيما لأمريكا وإيران، وثالثاً الأشخاص الفاسدون الذين أصبحوا أدوات لهذه المشاريع، مشاريع الاحتلال، وكانوا خير أداة لتنفيذها وللتمكين لها، وكانوا أدوات فساد آثار فسادهم طالت جميع أبناء العراق الذين تضرر، ولم يعد هنالك ربما بيت من بيوت العراق إلا تضرر من جراء هذا الفساد وهذه السياسات التي نراها في جميع الملفات، سواء من التعليم أو الصحة أو الخدمات عموما، فضلا عن الجوانب الأمنية التي هي باتت مصدر إزعاج لجميع أبناء العراق. شكرا جزيلا لك مسؤول قسم الإعلام في هيئة العلماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني. نعم، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.